أشكر لك وأشكر أستاذي قبلك استقصاءك المشكور لكثير مما كتب في كتب التراث حول قضية النار، وهذا استقصاء قل أن يقوم به باحث ودارس في الدراسات العليا لمرحلة الماجستير. بالنسبة لعنوان الرسالة، الصوت يعتبر مقدمة. فليس أثر. ونتائجه الصرف والنحو والدلال. نعم. طيب كويس. يعني الآثار الصرفية والنحوية والدلالية للأداء الصوت. للصوت المشهور. مشهور في العنوانين. أما بالنسبة للفصل الذي تريد سيادتك أن ينقر، في الفصل الأول من الباب الأول بحثت عن الظاهرة في كتب القدماء. تمام. وفي الفصل الثاني ناقشت المعاصرين. وفي الفصل الثالث قلت قولي في الموضوع. في وليد رغبة عارمة لأنه معجب بعمله وأنا معه معجب ومثن عليه، ولا أعتبر هذا نوعا من السبق لرأيي الأستاذين الفاضلين. أنا سعيد في العمل أينما كان، وأنا مؤمن بأنك لو أخذت موضوعا لا ينطق بشيء ستنطق. الله يخليك. بهذه الأدوات وبهذه الملكات أنت لا تقدر كده، وأنا أقدر فيك هذا، أقدر قدرتك على البحث في الموضوع قد لا يلتفت إليه أحد، وإخراج وما أخرجته من عمل فعلا يثبت ملكة بحث يعني كاملة وناضجة وتزيد بالخبرة إن شاء الله. شكرا. مناقشة النبر الشعري في غياب معرفة النبر اللغوي ضرب من الخيال، وقد وفق الله صاحب هذه الدراسة إلى استنباط صيغ هادية لمواضع النبر في الكلام، مما أعطاه الجرأة على سبر غور هذه الظاهرة في الشعر. ونسعد مشاهدينا الأعزاء أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور عبد الكريم جبل، أستاذ بكلية الآداب جامعة طنطا، عضوا مناقشا في هذه الدراسة. مرحبا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا. دكتور، سريعا بس عايزين يعني إطلالة كده على هذه الدراسة العلمية، ما لها وما عليها من وجهة نظر حضرتك، وخاصة أنها بتتكلم عن موضوع يخص النبر الشعري. الموضوع الرسالة بوجه عام يتطرق إلى الطرق الأدائية التي ينبغي أن ينشد بها الشعر بحيث لا يقع لبس أو تختلط بعض الكلمات ببعض، فربما يفهم السامع معنى غير المعنى المقصود. فهذا هو موضوع الرسالة الأساسي، وهو من الموضوعات الجديدة والشائقة في نفس الوقت. هل أحسن يعني الباحث اختيار الأبيات الشعرية أو العينة الخاصة بهذه الدراسة؟ نعم، الشعر اختار الشواهد المعبرة عن كل موضوعات الرسالة وحللها في الواقع تحليلا دقيقا وعميقا، ووفق في ذلك توفيقا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا من واسع رحمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم مع الحلقة السادسة لشرح كتاب النبر في القرآن الكريم. تحدثنا في اللقاءات السابقة عن مفهوم النبر، وقلنا إن النبر هو بروز أحد مقاطع الكلمة بحيث يكون متميزا في السمع عن غيره من المقاطع، وضربنا كثيرا من الأمثلة التي أوضحنا من خلالها خطورة ظاهرة النبر في الأداء القرآني إذا انتقل النبر عن موضعه إلى موضع آخر عن طريق الخطأ في الأداء. ثم تحدثنا عن علاقة النبر باللحن، وأجبنا عن هذا السؤال: هل ما يقع فيه القارئ من مزالق أدائية نتيجة لوضع النبر في غير موضعه من قبيل اللحن أو لا؟ واحتكمنا في الإجابة عن هذا السؤال إلى مجموعة من المحاور
المتمثلة في أن العربية ليست بدعا من اللغات في موضوع النبر، كما احتكمنا إلى مفهوم اللحن في اللغة ومفهومه عند علماء التجويد، واحتكمنا أيضا إلى قسمي اللحن عند علماء التجويد، كما احتكمنا إلى أمن اللبس الذي راعته اللغة العربية، وكذلك احتكمنا إلى مقاييس القراء للحكم على القراءة بالصحة. وكانت النتيجة أن ما يقع فيه القارئ من مزالق أدائية نتيجة لوضع النبر في غير موضعه من قبيل اللحن إذا تعدى تأثيره المستوى الصوتي، أي إذا أثر في الصرف أو النحو أو الدلالة، أي إذا أثر في المعنى. ثم تحدثت بعد ذلك عن قواعدي حول النبر، وأطلقت عليها مصطلح الميزان النبري، لأنه ميزان حساس نتعرف من خلاله على مواضع النبر ومواضع عدم النبر في الكلام، وهو عبارة عن 4 قواعد. تحدثت عن 3 قواعد منها: القاعدة الأولى للنبر، وهي فعل بالنبر على حركة الفاء وفعل بالنبر على حركة العين. والقاعدة الثانية هي فعل بالنبر على حركة الفاء وفعل بالنبر على حركة اللام. والقاعدة الثالثة هي فعل بالنبر على حركة الفاء، فعل بالنبر على حركة العين، فعل بالنبر على حركة اللام. والقاعدة الرابعة التي سنتحدث عنها اليوم هي صيغة بالنسبة للشكل وثلاث صيغ بالنسبة للنطق. صيغة واحدة بالنسبة للشكل، أي أنها تكتب بطريقة واحدة لكنها تنطق بثلاث طرق، وهذه الصيغة تتحكم في هذا التتابع: 4 حركات أو 4 حركات فساكن أو 4 حركات فساكنين، يعني الثابت 4 حركات. قد يكون بعد 4 حركات ساكن أو ساكنان، وقد لا يكون هناك ساكن بعد هذه المتحركات. هذه الصيغة على الرغم من أنها تتكون من 4 حركات إلا أن لها 3 طرق في الأداء كما قلت منذ قليل. هذه الصيغة هي متعل، متعل، متعل بضم الميم وفتح التاء وكسر العين وضم اللام وسكون النون، متعل. هذا شكلها، يعني تكتب بهذه الطريقة، لكن نطقها يكون ب3 طرق مختلفة حسب موضع النبر. فقد يكون النبر على حركة الميم، وقد يكون على حركة التاء، وقد يكون على حركة اللام، فتنطق هكذا: متعل، 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 متعل بالضغط على حركة الميم، متعل بالضغط على حركة التاء، متعل بالضغط على حركة اللام، متعل، 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 متعل. وطريقة التدريب على هذه الصيغة وأشكال نطقها ستختلف عن الطرق السابقة. لماذا؟ لأن كل صيغة سابقة كان لكل شكل من أشكال أدائها نماذج فصيحة خالية من تأثير اللهجات تأتي عليها، أما مع هذه الصيغة فالأمر يختلف، فهذه الصيغة تتأثر كثيرا باللهجات المنتشرة في العالم العربي، فعندما أنطق بعض الكلمات تحت هذه الصيغ فيجد أصحاب كل إقليم نطقا معينا من الطرق الأدائية التي أنطق بها الكلمات موافقا للهجته، فعلى الناطق أن ينطق كل كلمة من الكلمات الآتية بالطرق الثلاث ليتبين الفرق: متعل، 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 خلقكم، خلقكم، خلقكم،
متعل رزقكم 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 متعل يعظكم 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 متعل نظرهم متعل حمئة متعل شجرة متعل رسلنا متعل مثلهم فعندما نستمع إلى الطرق الأدائية للكلمة الواحدة سيلحظ أهل كل إقليم أن هذه الطريقة توافق لهجته وأن الطريقتين الأخريين كل منهما لا توافق لهجته. فمثلا خلقكم ينطقها أهل القاهرة في مصر هكذا خلقكم بالنبر على حركة الخاء، وينطقها أهل الخليج العربي والمغاربة والتوانسة والجزائريون بالنبر على حركة التاء هكذا خلقكم، وينطقها أهل الصعيد في مصر بالنبر على حركة اللام هكذا خلقكم، أي بالنبر على حركة الكاف التي تساوي حركة اللام في كلمة متعل. فأهل القاهرة ينطقونها هكذا خلقكم مثل متعل، وأهل الخليج وتونس والجزائر والمغرب ينطقونها هكذا خلقكم مثل متعل، وأهل الصعيد في مصر ينطقونها هكذا خلقكم متعل. لكن طبعا في الأداء القرآني لا بد أن ننحي اللهجات جانبا قدر المستطاع وأن نلتزم بالأداء المستقيم الذي وصلنا بالأسانيد الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن فنتحدث عن مواضع كل صيغة. مواضع متعل بالنبل على حركة الميم تأتي هذه الصيغة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا تكونت الكلمة من التتابع أربع حركات تساكن أو أربع حركات، إذا تكونت الكلمة من أربع حركات تساكن أو أربع حركات، ففي هذه الحالة النبر يكون على الحركة الأولى حركة الحرف الأول، مثل أحدكم مثلا أحدكم متعل، النبر فيها على حركة الهمزة. كذلك أجلهم متعل، النبر فيها على حركة الهمزة. مثلهم متعل، النبر فيها على حركة الميم. خلقكم متعل، النبر فيها على حركة الخاء. رزقكم متعل، النبر فيها على حركة الراء. يعظكم متعل بالنبر على حركة الياء. حمئة متعل بالنبر على حركة الحاء. شجرة متعل بالنبر على حركة الشين. رزقني متعل بالنبر على حركة الراء. رسلنا متعل بالنبر على حركة الراء. خلقك متعل بالنبر على حركة الخاء. فهذه الكلمات كلها تتكون من أربع حركات فساكن، والكلمة الأخيرة تتكون من أربع حركات دون وجود ساكن، لذلك النبر فيها على الحرف الأول فتنطق هكذا أحدكم وليست أحدكم وليست أحدكم، أجلهم وليست أجلهم وليست أجلهم، مثلهم وليست مثلهم وليست مثلهم، رزقكم وليست رزقكم وليست رزقكم، يعظكم وليست يعظكم وليست يعظكم، حمئة وليست حمئة وليست حمئة، شجرة وليست شجرة وليست شجرة، رزقني وليست رزقني وليست رزقني، رسلنا وليست رسلنا وليست رسلنا، خلقك وليست خلقك وليست خلقك. ونلحظ أن الموضع الأول لمتعل هو الموضع الأول لفعل بالنبر على حركة الفاء، وفعل بالنبر على حركة الفاء، وفعل بالنبر على حركة الفاء. الموضع الثاني لمتعل
إذا كان التتابع أربع حركات فساكن أو أربع حركات آخر الكلمة وقبله تتابع، يعني سنجد أربع حركات آخر الكلمة أو أربع حركات فساكن، فالنبر يكون على الحركة الأولى من هذه المتحركات الأربع. يعني مثلا كلمة أسلحتكم أولها أس حركة فسكون وبعدها أربع حركات فساكن، اللام المتحركة والحاء المتحركة والتاء المتحركة والكاف المتحركة والميم الساكنة، فتنطق لحتكم هكذا، لحتكم بالنبر على حركة اللام، لحتكم متعل وليست لحتكم وليست لحتكم، فالأداء المستقيم للكلمة أسلحتكم وليست أسلحتكم وليست أسلحتكم، كذلك أمتعتكم تعتكم متعل وليست تعتكم وليست تعتكم، كذلك آلهتنا لهتنا متعل وليست لهتنا وليست لهتنا، آلهتكم آلهتكم تنطق لهتكم وليست لهتكم وليست لهتكم، فالأداء المستقيم آلهتكم وليست آلهتكم وليست آلهتكم، كذلك يبدلهما دلهما وليست دلهما وليست دلهما، دلهما متعل وليست دلهما وليست دلهما، فالأداء المستقيم يبدلهما وليست يبدلهما وليست يبدلهما، كذلك أفئدتهم تنطق إدتهم هكذا بالنبر على حركة الهمزة وليست إدتهم وليست إدتهم، الأداء المستقيم أفئدتهم وليست أفئدتهم وليست أفئدتهم. الموضع الثالث لمتعل بالنبر على حركة الميم إذا كان أول التتابع أربع حركات فساكن حرف معنى بشرط أن يكون الحرف الثاني لام الابتداء، وهذا الموضع لم أجد له مثالا في القرآن، ومن الممكن أن نمثل له بفلهما فلهما، واللام هنا لام الابتداء، ففي هذه الحالة النبر على حركة الفاء هكذا فلهما بالنبر على حركة الفاء، فإذا نظرنا على حركة اللام أصبحت فلهما وتحولت لام الابتداء إلى لام الجر، هي فلهما وليست فلهما وليست فلهما. هذا هو الموضع الثالث لمتعل بالنبر على حركة الميم. نترك مواضع متعل ونذهب إلى مواضع متعل. الموضع الأول لمتعل بالضغط على حركة التاء، تأتي هذه الصيغة إذا كان أول التتابع أربع حركات فساكن أو أربع حركات حرف معنى، فمثلا فحشر فحشر فحا متا متعل، فحشر متعل بالنبر على حركة الحاء، وجعل متعل بالنبر على حركة الجيم، فبعث فبعث متعل بالنبر على حركة الباء، مثل فلهما فلهما الثلثان. نلحظ أننا قلنا في الموضع الثالث لمتعل أن اللام الثانية هي لام الابتداء، أما هنا فاللام هي لام الجر، مثل فلهما فلهما الثلثان هكذا، فلهما بالنبر على حركة اللام، فلهما متعل فلا متا فلهما متعل، فتنطق فلهما ولا تنطق فلهما، فإذا نطقت فلهما التبس المعنى، فإذا نطقنا الآية بهذا الأداء فلهما الثلثان أصبحا هما الثلثين بعد أن كان الثلثان أعد لهما. الموضع الثاني لمتعل يغلب على متعل تعبيرها عن لهجة
كأنها صورة داكنة بالصيغة الأولى متعل، فكل أمثلة متعل تصلح لي متعل، لكنها ليست أصيلة هنا ولكنها مجرد لهجة. كما قلنا إن أهل الخليج والمغرب وتونس والجزائر ينطقون أمثال هذه الكلمات هكذا: خلقكم، رزقكم، يعظكم، حمئتي، شجرة رزقني رسولنا، بالنبر على الحركة الثانية. نترك متعل ونذهب إلى الصيغة الأخيرة وهي متعل بالنبر على حركة اللام. ظفرت صيغة متعل ببقية المواضع إذا أخرجنا مواضع متعل ومتعل. الموضع الأول لمتعل: إذا وجدنا التتابع 4 حركات فساكنين في أي موضع كان، فالنبر فيه على الحركة الأخيرة. يعني مثلا أجلهن في حالة الوقف، هناك ساكنان النون المشددة عندما وقفنا عليها تتالى ساكنان في آخر التتابع، أجلهن هكذا، فالنبر فيها على حركة الهاء، أجلهن متعل. كذلك ولأتم متعل، فحملت متعل، النبر فيها على حركة اللام. ولأتم، النبر فيها على حركة التاء، ولأتم متعل. الموضع الثاني لمتعل: إذا كان التتابع 4 حركات فسكون أول الكلمة، والكلمة مكونة من أكثر من تتابع، يعني نجد أول الكلمة 4 حركات فسكون، وبعد 4 حركات فسكون حركة على الأقل أو أكثر من ذلك. من أمثلة ذلك: أجلهن، طبعا أول الكلمة 4 حركات ثم الساكن النون الساكنة ثم فتحة النون المتحرك، لأن النون مشددة والحرف المشدد بحرفين، فتنطق أجلهن متعل. كذلك ولأتم، 4 حركات فساكن الميم الساكنة ثم ميم متحرك، فتنطق ولأتم متعل ولأتم هكذا. لذلك أجلهن ولأتم تنطق في الوقف والوصل بالنبرة على حركة الهاء في الكلمة الأولى وحركة التاء في الكلمة الثانية. الموضع الثالث لمتعل: تأتي هذه الصيغة كلهجة خاصة في نطق متعل بالنبرة على حركة الميم. فمثلا الكلمات التي نطقناها مع الصيغة الأولى مثل خلقكم ورزقكم تنطق بأداء متعل بالنبرة على حركة اللام هكذا: خلقكم، رزقكم، أحدكم، حمئة، شجرة، مثلهم، وهكذا. وهذه لهجة أهل الصعيد في مصر. ولكن لنفرق بين اللهجات وبين اللغة الفصحى، كيف نفرق؟ يعني خلقكم تنطق بثلاث طرق: خلقكم وخلقكم وخلقكم، فأي هذه الطرق تنتمي إلى الفصحى وأيها تنتمي إلى اللهجات؟ التي تنتمي إلى الأداء الفصيح الموافق للأداء المستقيم هي خلقكم هكذا، وليست خلقكم وليست خلقكم. ما الدليل على ذلك؟ هناك دليلان. الدليل الأول السند، السند أننا تلقينا القرآن بهذا الأداء وسمعناها هكذا من مشايخنا، ولكن هذا الدليل مردود عليه. من الممكن أن يأتي أحد ويقول: أنا تلقيتها بسندي المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم هكذا: خلقكم، رزقكم، بالنبر على الحركة الثانية. فهذا الدليل مردود عليه بمثل هذا الرد. لكن هناك دليل آخر قوي: إذا نظرنا إلى أصل الكلمة في الطرق الثلاث، فرقنا بين الطريقة المستقيمة والطريقتين غير المستقيمتين. فمثلا خلقكم بهذا الأداء المستقيم، أصل الفعل خلق هكذا بالنبر على حركة الخاء، خلق. طيب إذا وضعنا الكاف أصبحت خلقك، إذا وضعنا الميم أصبحت خلقكم هكذا.
فإذا وضعنا الميم أصبحت خلقكم هكذا بالنبر على حركة الخاء أيضا. أما خلقكم فأصل الفعل خلق، ولا يوجد فعل اسمه خلق أو رزق، الفعل خلق ورزق وليس خلق ولا رزق. كذلك الأداء الثالث المنتمي لأهل صعيد مصر خلقكم ورزقكم، فيه فصل واضح للضمير، يقولون خلقكم رزقكم فيفصلون الضمير المتصل ويجعلونه منفصلا كأنه كلمة مستقلة. وبذلك نكون قد انتهينا من قواعد النبر في القرآن الكريم، والله أسأل أن ينفع بهذا الميزان قارئي القرآن الكريم في كل مكان، وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات والدي الكريمين رحمهم الله، وحسنات كل من علموني، وحسنات كل من ساعدوني على نشر هذا العلم. وليد مقبل الديب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.